في المهرجان التراثي لقرية الأطاولة نسترجع ما كانت عليه حياة أهل القرية القديمة في تفصيل زراعتهم من أول مراحلها بتحريك التربة والحرث. العملية تتكون من 2 ثيران وحراث، ما تشوفوا الأدوات المستخدمة وهو المحراث والضمد اللي على رقاب الثيران. يبدأ المزارع من بداية الركيب من هنا إلى نهايته، وغوده يعني عوده وروحه حتى يصل إلى نهاية الركيب. جات الجمايل من يخليها، جات الجمايل من يخليها. أنواع الحبوب تزرع في أرض الجنوب الخصبة، أهمها حبة القمح فهي المكون الأول لأكثر أصناف أكله وزاده. وبعد أن تصفر سنابلها اليانعة يشارك الهواء كفيه في فصل حبة القمح عن قشرتها وعيدان سنابلها لتلوك حجري الرحى حبات قمحه، فيخبز في تنوره وينكه بأشجار جباله. نحط العجينة على العجانة ونعجنها إلى تجهز ونجيبها نطرحها هنا. بعد ما نحمص الصلاة هذه نطرح عليها الخبزة ونقنيها بالشذ ونغطي عليها بالمكب. الطبيعة الجبلية هي كنز لساكن القرية في بنيان مسكنه ولسد حاجته بين حجر صلب وماء عذب، حكاية ماضيه وإشراقة حاضره. لقناة السعودية، وليد المالكي، الباحة.